منح خطاب جلالة الملك المفدى لدى تفضله بافتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، منح دفعة قوية للشباب البحريني لإكمال مسيرة العلم والتفوق لما له من دور في تعزيز الإنتاج المعرفي وتطوير البحث العلمي بكافة أشكاله ومجالاته. لنمكن أجيالنا من صناعة نهضتهم بالسبق والاحتراف العلمي والمعرفي، كلمات أكد عليها جلالة الملك المفدى في خطابه السامي لدى افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس للمجلسين، بعثت في المواطنين وخصوصا الشباب روح التفاؤل بمستقبل زاهر يفخر بكل منجز من منجزات الوطن ويدعم رؤية المملكة 2030. ويرتفع سقف طموحنا الوطني بالتفوق في العديد من العلوم المتقدمة كعلوم الفضاء بفوائدها العلمية والبيئية، وعلوم الطاقة الذرية باستخداماتها السلمية لخدمة الإنسانية، لنمكن أجيالنا من صناعة نهضتهم بالسبق والاحتراف العلمي والمعرفي. التوجيهات الملكية السامية بتعزيز الاهتمام بالعلوم الحديثة مثل علوم الفضاء وعلوم الطاقة الذرية والعلوم البيئية لما لها من دور في تعزيز الانتاج المعرفي وتطوير البحث العلمي بكافة أشكاله ومجالاته، وتعكس تلك التوجيهات مدى اهتمام جلالته لوصول المملكة على يد شبابها الطموح إلى آفاق ومرحلة جديدة من التطور والنماء. خطاب جلالة الملك السامي فتح سقف الإبداع للشباب وأعطى دافعا كبيرا لهم ليكونوا روادا في أعمالهم من خلال دعم أفكار الشباب واكتشاف وصقل وإبراز المواهب الشبابية لمواكبة العصر وانخراطهم في مجالات تدعم التنمية المستدامة. وتحققت بالفعل إنجازات كبيرة في ظل عهد جلالته الزاهر، ما جعل طموح الشباب الأول هو تشريف مملكة البحرين ورفع اسمها عاليا ليكونوا نبراسا في قبولهم للتحديات وتجاوزها بعزيمة وإصرار.